عبد الرحمن قول لي بقى، يعني في المسابقة ما شاء الله انتم متصدرين، المباراة اللي كانت أصعب أصعب كنتوا عاملين حسابها مستعدين ليها وليها تركيز أكبر؟ إنبي طبعا. أنت إنبي، إنبي هو اللي بينافس النادي الأهلي؟ هو اللي في المركز الثاني. هو احنا كنا رايحين له فرق تقريبا 2-3 بونت، فكنا لازم هناك يعني ما نخسرش او حتى ما نتعثرش بنقطه او نقطتين. كنا حاطين في دماغنا المكسب، واحنا كمجموعه يعني احنا كمجموعه قويه، فاحنا النادي الاهلي متعود على المكسب زي ما كابتن تامر قال، فاحنا كمجموعه الحمد لله قويه وبنقدر نكسب اي حد، يعني مفيش حد هي بيقف دي قدامنا. المباراه انتوا كنتوا عاملين حسابها عشان انبي وراكوا، فانت مش عايز يعني يحصل حاجه، فدي اللي كان المباراه اللي انتوا كنتوا مجنونين فيها. مباراه الزمالك هناك انت كنت تبادل بدات فيها وكنت موجود فيها برضو، اهلي وزمالك بتبقى مباراه خاصه، اهلي وزمالك في الزمالك بتبقى مباراه صعبه ده اول ديربي ليا كمان، اللي كمان. هو وكان كابتن تامر كمان اول 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 ديربي ماتش يبقى كمان انتوا ليه؟ الاثنين اول حضور اول ليكم في ديربي المباراه دي، كمان ليه؟ فكان لسه الجهاز متغير كله، فكان الماتش صعب، بس احنا كان من جوانا عشان احنا كنا خسرين الماتش اللي قبليه، احنا رايحين نكسب مش رايحين نعمل مش رايحين نصدر. حلو حلو قوي المفهوم بتاعك وانت جاي من وادي دجله وبقالك كام يوم وبتقولي لا ده احنا رايحين عايزين نكسب في انبي، لا ده احنا رايحين عايزين نكسب. اللهجه دي بتبقى حلوه قوي، ازاي الولد الصغير يتعلمها في قطاع الناشئين النادي الاهلي ويكتسبها منذ الصغر.